طبعا ليه تصريحات روي فيتوريا بعد المباراه واللي بتظهر قدامنا على الشاشه. مباراه اليوم انطلاقه تحدي جديد، صحيح لم تظهر 100% ولكن واجهنا فريق بيعتمد على اسلوب دفاعي وكان لنا رد فعل في قطع الكرات سريعا وكنا نبحث عن المساحات خاصه على الاطراف. سعدت كثيرا من الالتزام واظهرنا الافكار التي عملنا بها في التدريبات خلال الايام الماضيه. هو راجل ذكي، هو راجل ذكي جدا، انا بؤمن بقدرات الراجل ده بصراحه، وعلى فكره عامل شغل كويس جدا جدا كخطوط عرضيه وكمثلثات وكلام من دوت في التدريبات. انا بشوف ان تصريحه دوت تصريح مميز. هو اولا في التصريح ده لا شكر صلاح ولا شكر مصطفى ولا شكر زيزو ولا شكر امام عاشور ولا حتى اتكلم على موضوع الزمالك، اتكلم بشكل عام احنا عملنا وسوينا والكلام ده. احنا هو بيقول لك كمان لم تظهر بنسبه 100%. هو يقصد بالكلام ده اصلا ان هو بنسبه 100% ده هو كان عايز، يعني هو لو كان عنده القدره ان هو يكسب 7 و8 و9 قدام فريق زي النايجر كان كسب، بس الغرض الاساسي منه هو ما كانش عايز، يعني كان عايز يتفرج على اللعيب وبالذات التوليفه دي ويختار احسن توليفه فيهم علشان الماتشات اللي جايه. بس انما هو بصراحه انا شايفه مدرب ذكي جدا جدا، يعني انا شايف ان هو اتحكى في تصريحاته، هو مدرب ذكي وبيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا على فكره. ومن اهم مميزاته في السي في اللي كان، يعني كان هو في طاوله اتحاد الكوره قبل ما يعلنوا التفاوض معاه او التعاقد معاه، ان هو كمدرب بيعرف يعمل تنافس بين اللعيبه في نفس المركز. يعني ممكن يجي لمحمد عبد المنعم يقول له خلي بالك انت، ده كمثال، يقول له خلي بالك انت مستواك المره دي مش كويس، انا ممكن العب الونش مكانك، علشان يعرف ايه يعمل توليفه بينهم والثلاثه حجازي والونش ومحمد عبد المنعم، زي ما بيقولوا كده ياكلوا النجيله في الملعب ويطلع احسن اثنين منهم لاي ماتش. طيب. دي كان من ضمن التنافس يعني. خلينا نرجع تاني لفيتوريا واتكلم اكيد على ازمه لاعبي نادي الزمالك وانضمامهم، عوده لاعبي نادي الزمالك، سمحنا للاعبين للرحيل لكن سيعودوا مره اخرى للمنتخب، كان من الممكن اقامه مباراه في وقت توقف الدوري، نفكر في حل المشاكل بعدما تسبب بها اشخاص اخرون. انا مدرب ل 120 مليون شخص، اعمل في مجال التدريب 20 عاما ولم اتعرض لمثل هذا الموقف. طبعا هو بيقصد هنا الاشخاص الاخرون، بيقصد بيهم الاتحاد الافريقي، واللي الصراحه يعني موقف غريب جدا انه بيقيم المباريات الخاصه به بطولات الانديه في نفس توقيت التوقف الدولي، والاتحاد الدولي بينص على كل الاتحادات وعلى كل نقدر نقول البطولات سواء خاصه بالقارات او بالظبط الانديه خاصه بالقارات والبطولات الانديه المحليه، ان هي تتوقف تماما في التوقف الدولي. التوقف الدولي ده توقف رسمي، انا كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل الهوا. التوقف الدولي ده هو توقف رسمي من الفيفا، معتمد من الفيفا، كل الانديه وكل الدوريات بتقف في الفتره دي علشان اللعيبه تعرف حتى لو هتلعب ماتشات وديه. يعني في لعيبه في انجلترا بتلعب الدوري الامم الاوروبيه حاليا، وفي لعيبه في امريكا الجنوبيه بتلعب نفس الكلام. فهو التوقف ده هو توقف دولي معتمد من الفيفا. لا اعلم ازاي فكروا ان هو يجي يعملوا ماتش رسمي. هو طبعا الزمالك حقه على فكره، الزمالك حقه يمنع اللعيبه بتاعته ان هي تروح المنتخب حتى لو ماتش ودي، حقه حاليا في النقطه دي بالذات، علشان هو الراجل بيقول لك حتى انا مدرب ل 120 مليون شخص. هو عنده حق، ازاي انا بتعرض لحاجه زي كده وانا عايز اشوف كل اللعيبه، عايز اشوف مثلا زيزو مع احمد فتوح في نفس الجبهه، عايز يغير زيزو ده مكان، فاكيد هيحتاج لعيبه الزمالك خاصه دول ابطال الدوري والكاس حاليا. يعني نروح نشوف الجانب الاخر، ميشيل كافالي طبعا المدرب المنتخب النيجر، كنا نلاعب منتخب كبير ووصلنا مرتين فقط لكاس الامم، اتيح لنا 3 فرص للتسجيل في بدايه المباراه ولم نسجل اي هدف، هل انا معي صلاح؟ اعطني صلاح وساحقك. هو طبعا هو راجل دمه خفيف على فكره جدا، يعني هو في المؤتمر برضه ارجع لحضرتك امبارح، دمه خفيف جدا وبيحب يهزر بيحب الفكاهه، فهو جاي يعيش او يتبسط. يعني على فكره زار كل معالم اسكندريه، زار المكتبه ومكتبه اسكندريه، وراجل راجل بسيط وبيعرف يتعايش وبيبسط نفسه يعني. فهو هنا طبعا بيداعب الصحفيين وبيقول لهم انا معيش صلاح، فانا لو معايا صلاح ادهوني وانا اعمل كل حاجه وانا اعمل كل الكتير. صلاح طبعا وجوده فارق، هو عارف قدراته وامكانياته، وده اللي خلاه يقفل عليه في الشوط الاول على فكره. صلاح ما كانش متحكم في الملعب بشكل كويس، ده اللي قاله فيتوريا. بالظبط، كنا بندور على مساحات على الاطراف والمساحات عشان نقدر لاعبين يأدوا بشكل. هو عارف ما يبص حضرتك، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو ما فيش مدرب هيقابلك مش هيبقى عارف قيمه صلاح الفنيه ويبقى حافظه كمان ويعرف يلعب عليه 2 3 في نفس المكان. تمام، انا